يا من تعلق قلبه بالمسجد ويتوق شوقا للصلاة بموعد، أضحى حزينا فاقدا أفراحه وفؤاده يهفو لباب موصد، ويزيد صوت الأذان تشوقا كالماء تاق لنهله ثغر صدي. قد عاش طول حياته في روضة للصالحين وطيب عيش أرغد، يجد السعادة في أداء صلاته بجماعة والأجر ليس كمفرد، بجماعة والأجر ليس كمفرد، يلقى السكينة والخشوع مؤديا أمر الإله بحب قلب أسعد.